دورة حياة المشروع تمر بخمس مراحل: مرحلة التأسيس، مرحلة التخطيط، مرحلة التنفيذ، مرحلة الرصد والتحكم، مرحلة الإغلاق. هذه أدوات تسمى أدوات إدارة المشاريع. في كل مرحلة توجد أدوات، والآن نحن عندنا تطبيقات عملية عليها كما تلاحظون فرش عمل. الزملاء الآن في نقاش وحوار لفهم هذه المراحل وكيفية التعامل مع كل مرحلة وأدوات كل مرحلة. ما شاء الله تبارك الله.